بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإنسان والحيوان. طبعا زي ما حضراتكم اتعودتم على برنامجنا ان دايما بنجيب كل الامراض الحديثه اللي ظهرت في الفتره الاخيره، زي الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا على فيروس زيكا وعرفنا معلومات عنه كتير. النهارده هيكون موضوع حلقتنا هو مرض الكوكسيديا، ده لسه برضو ظاهر معانا من فتره صغيره جدا، هنعرف عنه بتفاصيل اكتر مع ضيف حلقتنا الدكتور رفيق ناشط حلمي استشاري بيطري. اهلا بيك دكتور رفيق. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور عايزين نعرف من حضرتك ايه هو مرض الكوكسيديا؟ هو مرض الكوكسيديا ده مرض بيصيب الحيوانات، بيصيبها نتيجة طفيل وحيد الخلية. الطفيل دوت متواجد في أي حتة، ممكن يصيب في أي وقت وفي أي فصل وفي أي تحت أي ظرف. تمام. ممكن لو احنا بصينا مثلا على الطفيل زي ما قلت حضرتك هو وحيد الخلية. فمعنى كده ان هو التكاثر بتاعه بيبقى في منتهى السهولة. بس ما بتنقلش عن طريق الهواء. لا، بيكون في قلب المزرعة أو في قلب البيت. وعامة بيحصل نتيجة عدم النظافة. طبعا في ناس يقول طب ازاي انا مربي حيوان في المزرعة عندي، المزرعة دي مكلفها مبالغ كبيرة، او مربيه في البيت عندي ازاي عدم نظافة؟ بتبقى حاجات سهوة ما بناخدش بالنا منها. حاجات بسيطة بتحصل، حاجات صغيرة جدا، هفوات ممكن اقل نظافه عدم نظافه تعمل الموضوع دوت. طب زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا حضرتك بتقول ممكن مكان مش نظيف، تمام؟ ممكن زي ايه مثلا؟ يعني اولا هو المرض موجود فين؟ لو انا عندي مزرعه او موجود في البيت، الطفيل بينزل على البراز بتاع الحيوان. سواء الحيوان دوت كان كبير او صغير، بس هو عامه بيجي في الاعمار الصغيره الاول. مجرد ما الكلب بيعمل البراز بتاعه او الفرخه او الكتكوت او اي حيوان تاني، مجرد ما عمل البراز بتاعه بيبقى عليه الخليه ديت اللي هي البروتوزوا. تمام. احنا دلوقتي يا دكتور معانا فيديو اهي في مزرعه الدواجن. تمام. نقدر برضو نعرف تفاصيل عنها من حضرتك. زي ما احنا شايفين على اليمين خالص في طائر نافق نتيجه ان ارهق من المرض ومات. هنا الدكتور بيفحص تحت الميكروسكوب، احنا شايفين الطفيل اللي هو الكوكسيديا موجود تحت الميكروسكوب، ودي الطريقه اللي احنا بنشخص بيها الطفيل. طب الفرخه اللي توفت، التكاثر بتاعه البروتوزوا. طب الفرخه اللي توفت دي يا دكتور بعد ما توفت ممكن تعدي بقيه الدواجن اللي حواليها؟ هتعديهم لما ينزل منها السوائل، سواء كان براز او اي مخلفات ممكن تنزل منها يكون عليها الطفيل. فلازم تتشال بسرعه وتنظف مكانها بما فيه الفرشه اللي تحت منها. في اي مبيد نقدر نرشه ولا نقدر ننظف ازاي يا دكتور؟ هي عامه النظافه العامه، وسائل التنظيف تبقى ازاي؟ لو انا عندي مزرعه بنظف بطريقه مختلفه عن في البيت. في المزرعه ما اقدرش ان انا انظف بمطهرات في وسط ما في دواجن تانية. والا المطهر هيأثر عليهم في تنفسهم. انما بيبقى في احتياطات معموله من الاول لازم اتبعها. يعني اللي نقدر نقول عليه يا دكتور لما يكون في مزرعه نقدر نخليها كلها من الدواجن اللي فيها وننظف ونسيبها حوالي 24 ساعه ونقدر نرجع الدواجن تاني؟ لا، ده صعب جدا، استحاله. انما اللي بيحصل ما بين الدوره والتانيه ان احنا بننظف المكان، بيطهر، بيعقم كويس جدا، بيتقفل لمدة، وبعد كده يتفتح ويتنظف تاني عشان نشيل اثار المواد اللي احنا استعملناها، المواد الكيميائيه، عشان ما تاثرش على الدوره الجديده. يعني معنى كده يا دكتور ان المبيد ده بيبقى خطر حتى على طبعا احنا بنستعمل الفورمالين والفورمالدهايد. ده في منتهى الخطوره. او اي مبيد تاني استعملناه في حاجات احدث وحاجات اقوى، ما اقدرش انظف المكان واسيب الطائر جواه او الحيوان جواه مع المطهر دوت، والا هيصيبه باعراض تسمم تانيه. بطلعنا من مشكله دخلنا في مشكله ثانيه. طب هل بيسيب الانسان والحيوان يا دكتور ولا بيسيب الحيوانات بس؟ لا، هو المرض ده معروف ان هو بيسيب الانسان والحيوان والطيور كذلك. في الحيوان طبعا الحيوانات عندنا حيوانات كثيره جدا. في عندنا مثلا الكلاب، القطط، البقر، الماعز، كل فصيل له نوع معين من الطفيل. طب لو اتكلمنا يا دكتور عن الطيور بشكل سريع، يعني عايزين نعرف ايه الطيور ممكن يعني ايه المشاكل اللي ممكن تقابل الطيور او تعدي بعض؟ هي الطريقه طبعا احنا عندنا الطيور بتبقى عباره عن عنابر.
العنبر ما بيبقاش فيه كميه صغيره من الكتاكيت، لا ممكن يكون فيه 5000 كتكوت. يعني الفيديو ده يا دكتور يقدر يشرح لنا اكتر؟ يعني احنا معانا هنا دي اعراض دي اعراض دي التكاثر بتاع البروتوزوا نفسها. ده هنا نزل في الجهاز الهضمي ان هو بقى متواجد في الامعاء بتاعه الكتكوت او الحيوان، بيتكاثر في الامعاء وبينزل في صوره اوؤوسايت اللي هي البويضه اللي بيبقى فيها الطور المعدي. بيتكاثر بتبقى خليه بتقسم 2 لـ4 زي ما احنا شايفين دلوقتي، بقى 4 خلايا. الاربعه هيبقوا 8، الثمانيه هيبقوا 16. وتبتدي ان هي تتنفخ، 16 هيبقوا. هو تكاثر بشكل سريع يا دكتور ولا بشكل سريع؟ تكاثر بشكل سريع، وفي الاخر هيحصل لها ان هي بتنفجر. ده كده الاوزايت بقى كامل، الطور المعدي كامل، مجرد ما الكتكوت او الفرخه بتتبرز بينزل الطور المعدي. دي الاعراض يا دكتور هي اللي بتظهر على ابتدى يظهر عليه المرض. ابتدى ان هو بدل ما هو كان نشيط، لا ابتدى بيبقى تعبان شويه، خلاص حط كده خلاص مش قادر يقف، حاسس بتعب شديد، انهك ريشه وقع، مش قادر ان هو يقف كويس، مش قادر يسند، مش قادر ياكل. واحد بتتفاوت الدرجات لغايه ما في الاخر بيبقى نايم تماما، فقد الوعي، وفي الاخر بيموت. يعني دي الاعراض اللي بتظهر على الدواجن او الطيور بشكل عموما، ولا اهم عرض او اول عرض اللي هو الاسهال؟ الاسهال تمام. بعد كده بيبتدي بقى التعب، ان هو مش قادر يتحرك بنشاط، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب، يفقد السوائل اللي في جسمه وبيموت. طب دكتور، في الحاله اللي بيكون فيها الطير بالشكل ده، طيب نقدر نعالجه ولا بيكون خلاص الوقت عدى وبيموت؟ هو طبعا احنا بنتكلم على الطيور او الدواجن في مزرعه، المزرعه دي انتاجيه. انا مش هستنى لغايه ما يظهر عندي المرض عشان ان انا ابتدي ادور على المرض بتاعي ده ايه، طب شخصته، طب ادي علاج ايه، كل دوت مضيع الوقت. لان النهارده الشركات اللي بتنتج الاعلاف اللي بتغذي الدواجن بيكون فيها اوريدي مواد بتساعد على تقويه الجهاز المناعي للطائر دوت، لان المرض بيصيب الكتاكيت زي ما قلت حضرتك او الدواجن الضعيفه. الكتاكيت اللي الجهاز المناعي بتاعها ضعيف يدخل يصيبها، فبالتالي شركات الاغذيه النهارده بتعمل العلف بتزود فيه حاجات تقوي الجهاز المناعي. طب معنى الكلام كده يا دكتور ان الكتكوت لما يكون لسه صغير في تحسينات يقدر ياخدها ما يجيلوش المرض دي، ولا برضه لو خد التحسينات ممكن يجيله المرض؟ لا، عامه اي مزرعه بيكون ليها سكيدول معروف. انا بدايه الدوره بتاعتي في اليوم الفلاني هبتدي احصن ضد الامراض كذا كذا كذا، بيبقى في تواريخ ثابته ما بتتغيرش، دي حاجه مقدسه بالنسبه لاي مزرعه. طب لو اي كتكوت اتحسن وجاله المرض ده يبقى العيب من ايه يا دكتور؟ طبيعي ان اي تطعيم سواء في الحيوان او في الطيور لما بيحصل لازم يكون في نسبه اصابه بعد التطعيم، نتيجه ان ممكن يكون الكتكوت دوت او الطائر او الحيوان اخذ العدوى قبل ما يحصل التطعيم. فبالتالي الطعم وهو واخد الميكروب مش هيقدر الجهاز المناعي يستقبل التطعيم دوت، لان اوريدي الميكروب شغال في جسمه. ما يقدرش يعالجه يا دكتور؟ ما نقدرش نعالجه. انما بندي حاجات تساعد. في ادويه كتيره جدا بتتاخد عشان تساعد في الوقايه من المرض، او عفوا في علاج المرض. طب ايه الا يعني دلوقتي يا دكتور حضرتك احنا اتكلمنا على الطيور تمام؟ طب احنا لو اتكلمنا على حيوانات اخرى زي مثلا الكلاب، القطط، الخيل، الكلام ده كله بيكون نفس الاعراض اللي بتظهر على الدواجن ولا بيكون اعراض تانية يا دكتور؟ هو اساسا المرض بيجي في الجهاز الهضمي، بالتحديد في الامعاء بتاعه الحيوان او الطير. بالتالي اول عرض بيعمله هو الاسهال. عندي حيوان او طائر، اول عرض الاقيه اسهال، فبالتالي جميع الحيوانات بتصاب بالاسهال. كل حيوان ليه شكل للبراز بتاعه، مجرد ما صاحب الحاله او صاحب المزرعه
بياخد باله ان الشكل اتغير بيعرف على طول ان في اصابه هتبتدي، يبتدي ياخد احتياطاته على طول. شكل اتغير ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا بيكون لون البروز لونه متغير مثلا ولا بيكون ايه بالظبط؟ اللون والقوام. القوام بتاع كل حيوان مختلف عن التاني. يعني مثلا لو اخدنا في الكلاب والقطط بيبقى زي الصباع، لو اختلف وابتدى يبقى ساهم مسهل شويه لا على طول بنعرف ان في اصابه. فلازم يتوجه صاحب الحاله للدكتور على طول عشان يعرف ايه هي الاصابه اللي عنده. احنا معانا اهو يا دكتور فيديو للكلاب. ده كلب احنا لاحظنا ان هو لحس النجيله وبعد كده اخد الطول المعدي ابتدى ينزل في الجهاز الهضمي بتاعه. كده هو ماشي لغايه ما بيوصل للمعده، ومن المعده بينزل للامعاء. تمام. وده بيؤدي للمرض بقى يا دكتور. عفوا؟ ده بيؤدي للمرض. ده بيؤدي للمرض ان هو اخد الطول المعدي اللي هو العدوى، الحاجه اللي هتعدي جسمي اللي هو الطول المعدي. دي بقى اللي هي الطفيلات اللي بتطلع وبتبقى متواجده في الامعاء وتبتدي ان هي تنشط هي كمان ويحصل لها تكاثر. طب ودي يا دكتور طب بتأدي زي الدواجن برضو البطن بتنفجر ولا بيبقى ليه بشكل تاني لما بيجي يموت؟ لا هو برضو بيعمل اسهال، يعني بطنه بتنتفخ زي الدواجن؟ بتنتفخ او من كتر الاسهال ممكن نلاقي بطنه بقت رفيعه جدا. رفيعه جدا. على حسب بقى الدرجه بتاعت الاسهال. لان برضو مع الكلاب ممكن بيعمل اسهال مصحوب بدم ومخاط. فنتيجه ان هو بيصفي الجسم تماما من السوائل اللي فيها. تمام. السؤال دلوقتي يا دكتور المشاهدين معايا، كيف نتخلص من المرض ده بشكل سريع؟ كيف نتخلص من المرض بشكل سريع؟ لازم اعرف الاول هل انا معايا كلب ولا مجموعه من الجراء؟ قطه واحده ولا مجموعه من القطط الصغيره؟ هل انا في مزرعه دواجن فيها حصل فيها لطائر واحد ولا لا؟ هل في مزرعه مواشي عندي عجل واحد اصيب ولا كذا عجل؟ طب كيف نتخلص من فضلات الطيور يا دكتور؟ يعني لازم النظافه اليوميه. النظافه اليوميه. في عامل بيدخل كل يوم بينظف العنبر يشيل المخلفات. هو ده سؤال بس المشاهدين برضه يا دكتور عشان نوضح لمشاهدينا. تمام. عشان برضه بيكون زي ما حضرتك عارف ان في ناس كتير بتتاجر في الطيور. فلا برضه السؤال ده يهمهم جدا، نقدر ازاي نعالج او لا قدر الله ما يجيلش للطير اللي عنده اي مشكله. هو اهم نقطه النظافه. طالما عندي حد بيدخل العنبر بينظف المكان كويس يوميا وبيشيل المخلفات على طول اول باول، مش يبقى انا كده بقلل نسبه الاصابه او حدوث الاصابه. وبعد كده بدي الاعلاف اللي هي منشطه الجهاز المناعي، وفي ادويه بنديها كحاجه وقائيه على فترات معروفه برضه في كل مزرعه. تمام. اعزائي المشاهدين، السؤال معانا بتاع حلقتنا النهارده، كيف نتخلص من فضلات الطيور؟ ده برضه هنعرفه مع بعض، ومستنيين مداخلاتكم معانا في برنامج الانسان والحيوان. طيب دكتور رفيق، هل المرض ده مرض معدي؟ وبيعدي ازاي بينه وبين بعض او الطيور او الانسان او الحيوانات عموما؟ كلمه معدي معنى كده ان هو بيتنقل من حيوان للاخر او من انسان للاخر. هو المرض دوت بيعدي الفصيل الواحد، بمعنى ان اللي بيجي للدواجن بيصيب الدواجن فقط. ما يصيبش الكلاب، ما يصيبش المواشي. اللي بيجي في الكلاب مش هيصيب القطط. يعني انا لو عندي مزرعه فيها الكوكسيديا، مزرعه دواجن، ممكن المزرعه كلها تصاب لو اهملتها. لو عندي كلاب ممكن كلهم يصابوا. طب انا عندي ارض كبيره فيها مزرعه دواجن وجنب مني مزرعه مواشي، هل صاحب المواشي هيخاف على المواشي من الدواجن؟ لا، ان ده ما يصيبش دوت. لكن لو الدواجن تصيب بعضها، الدواجن تصيب بعضها بسهوله نتيجه ان الدواجن قاعدين مع بعض في عنبر واحد، ومجرد ما كتكوت او فرخه بتتبرز التاني بيجي ينقر مكان ما اتبرزت. كونه اكل البراز دوت يبقى هو اخد العدوى لجسمه على طول. طيب ازاي بيسيب الانسان يا دكتور؟ يعني لو احنا اتكلمنا على الدواجن اللي حضرتك بتقول لازم النظافه بدوريه تامه. تمام. طيب احنا دلوقتي ان الراجل اللي عنده مزرعه هيقدر يخش كل شويه ينظف. تمام. طب نفترض في كتكوت او دواجن عنده نزلت البراز ده، وهو يعني الدواجن دي عندها المرض. طيب. معنى كده ان هو لما يخش ينظف ممكن لا قدر الله يتصاب بالكوكسيديا؟ لا، لان المرض ده ما بيتنقلش للانسان.
انما هو بياخد الكتكوت الميت مع الفضلات وبتدخل في منطقه اللي هي المخلفات بتاعت المزرعه. بعد كده لازم هو بيغسل ايده عامه، دي كحاجه ظروف صحيه طبيعيه. انما هو عشان يصاب بالمرض ده بيبقى من انسان لانسان. تمام. معانا اتصال تليفوني. استاذ محمد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الحمد لله تمام. اتفضل يا فندم. دكتور محمد. دكتور اللي مع حضرتك. والله كان في سؤال يا دكتور بالنسبه للفترات بتاعت الطيور. انا عندي مثلا العامل بينسى اصلا يعني يشيل الميه اللي تحت السقايه عقبال حضرتك بالنسبه للفرشه. تمام. تمام اتفضل يا استاذ محمد. وبال حضرتك بالنسبه للفرشه بتاعت الفراخ في المزرعه السقايات ساعات بتكون مثلا مظبوطه على ميه مثلا زياده فبتنقط تحت في الارض في على الفرشه فالعامل بينسى يشيلها. وبال حضرتك انا يعني اعمل ايه طب مثلا عشان الكسيده دي ما تجيش الفراخ عندي؟ وبال حضرتك هي لازم تبقى المسقه محطوطه في مكان كويس، من السهل ان العامل يدخل بسرعه ينظف ويخرج. شكرا استاذ محمد. دلوقتي يا دكتور طب السؤال استاذ محمد برضو سؤال مهم جدا، ايه اللي يقدر يعمله عشان ما يسيبش عنده الطيور؟ ما لازم النظافه العامه. لازم يكون عنده عامل نشيط بيدخل يوميا في مواعيد محدده ينظف. لو مثلا لازم اوقات بيدخل مرتين لازم يطمن ان المسقه اللي عنده ما تكونش بتنقط ميه على الارض. لازم يتاكد ان المسقه محطوطه في مكان ما يخليش الطيور كلها تيجي تتكاتف عليه ويبقوا عاملين زحمه على المكان. لا بقى مكان من السهل ان الطيور كلها تدخل، كل واحد يشرب كفايته ويمشي. ما يديش فرصه ان الكتاكيت تتجمع حوالين المسقه بحيث الميه تنزل مع البراز اللي هم بيتبرزوه مع الفرشه على الارض ده وكله بيكون مكان مناسب لان المرض ينتشر. يعني معنى كده يا دكتور ان الفرشه دي لازم تتغير كل مره؟ ما تتغيرش بالكامل، انما هو بيشيل جزء منها وبيزود جزء تاني يوميا. مش ده يبقى تاثير يا دكتور لو في حد من الدواجن مثلا عنده المرض ده ونزل على الفرشه دي التويلت بتاعه؟ تمام. طيب تمام. طب ما هو دي لو شال ما هو برده المرض لسه في الفرشه ولا لا. يتعامل معاها ازاي؟ هو بياخد المرض بيبقى عباره عن زي ما قلت لحضرتك اسره هي البويضه الموجوده على البراز. طالما بينظف الفرشه وبيشيل البراز منها خلاص ما فيش اي عدوى، وبعد كده طبيعي ان الدواجن بتتبرز. لو البراز بتاعها صحيح ما فيش خوف منه. انما انا لما اشك ان في عدوى لا انا اول حاجه لازم اعزل الحيوانات المصابه. والعدوى بتحصل في ثواني. اي اهمال بيجيب العدوى على طول. فما عنديش فرصه ان يحصل العدوى ديت. لازم مكان ما بحط المسقه او حتى كمان مكان ما بياكله يكون مكان بتنظف تماما. نحط فرشه زياده لو مثلا الكتاكيت بتروح وتبل الميه ويفضلوا يشربوا في المسقه ورا بعضيهم ويلعبوا بالميه وينقطوا على الارض، لا يبقى احنا لازم نحط فرشه زياده عشان ما تنزلش، لان البويضه دي بتتكاثر تحت ظروف معينه محدده. لازم يكون في درجه رطوبه معينه، درجه حراره كويسه، ظروف الملائمة ان البيضة تفقس او البيضة تفقس ويطلع منها الطور المعدي اللي يصيب بقية الكتاكيت. طب دكتور رفيق دلوقتي في ناس بيكون عندهم مزرعة لما الدواجن بتعمل حمام على الفرشة تمام؟ تمام. تقدر تحط لها ذرة وبيجي يشيل الذرة ياكله للسمك، دي ايه خطورتها؟ لا ما طبعا لو الكتاكيت عندي مصابة هينقل المرض بالتالي اي امراض تانية. مش الكوكسيديا، الكوكسيديا مش هتتنقل للسمك بتاعت الدواجن. انما ما يصحش ان انا انقل ذره مثلا فيها براز اديها للسمك. طبعا كده دخلنا في مشاكل ثانيه. تمام. طب إيه الاعراض يا دكتور مرض الكوكسيديا بتبقى على الكلاب والقطط ازاي؟ او بتبان عليهم ازاي؟ برضو في نفس الطريقه، بدايه هو بياخد العدوى من على الارض او من اخوه الجرو اللي معاه او القطه اللي معاها بيبلعها بتنزل في المصارين بتبتدي الطفيل ينشط ينزل البويضات على البراز. تمام. معانا اتصال تليفوني يا دكتور. مدام سميره اهلا بحضرتك. الو
مساء الخير. مساء النور يا فندم. بس كنت عايز اشكرك اللي جبت دكتور رفيق ده من اكبر دكتور. انا مدام سميرة التونسية، انا بعالج في اوتيتي تويكسي. طب استاذن حضرتك يا مدام سميرة، بس صوت حضرتك بس شوية. حاضر. قلت لك انا الدكتور رفيق، انا مش معاك خالص، انا الدكتور رفيق انا بروح له تقريب كل يوم، ده من احسن دكتور في مصر. هو يعرفني لو يذكرني انا ام ميمو. طبعا طبعا تذكر حضرتك، اهلا بحضرتك. تمام تمام. السؤال حضرتك ايه يا دكتور؟ في ودن القطه هو بيعالج لي فيها. نعم. سؤال حضرتك يا مدام سميره. نعم. سؤالي لدكتور رفيق، يعني ابعت له بوس على الهواء بس، هو ده. ميرسي لحضرتك يا مدام سميره. هي اشكر حضرتك على الاتصال ده يا مدام سميره. هي عارفه حضرتك فدخلت تشكر حضرتك على الهواء. تمام. طيب الاعراض يا دكتور للانسان تمام بتختلف ازاي منها ومن بعض لمرض الكوكسيديا؟ هو ما بينتشرش قوي ما بين الانسان، بس برضه بيعمل اسهال، لان زي ما قلت لحضرتك هو موجود في الجهاز الهضمي اساسا، واول عرض بيعمله هو الاسهال. بس في اعراض عفوا في مرض تاني بيتنقل للانسان من الكوكسيديا اللي هو التوكسوبلازما، ده الوحيد اللي بيتنقل من الحيوان للانسان. التوكسوبلازموزيس. ده اللي هو معروف بالبلدي باسم مرض القطط. تمام. معانا اتصال تاني يا دكتور. مدام مروه اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. سمعت، انا كنت عايزه اسال الدكتور، عندي قطه، ازاي اعرف ان عندها مرض الكوكسيديا وهل ممكن يتنقل لي او لا؟ تمام. ميرسي لحضرتك يا مدام مروه. مبدئيا هبتدي بالجزء الثاني من السؤال اللي هو هل بتنقل لي او لا. لا، هو ما بتنقلش. الكوكسيديا اللي بتصيب القطط ما تصيبش الانسان، فبالتالي ما فيش اي خوف علينا من المرض دوت. تمام. انما كحيوان مريض برضو لازم احتاط ولازم اعمله بعنايه معينه علشان كظروف صحيه عاديه للبيت. طب اعراض القطط؟ اعراض القطط برضو نفس الحكايه، اللي هو ان اول عرض بلاقي القط بتاعي سليم ماشي في البيت بيلعب بيتشقى بياكل، وبعدين فجاه الاحظ ان ابتدى يعمل شويه اسهال، ابتدت حركاته تبقى ضعيفه، ما بقاش بنفس النشاط اللي هو فيه، ما بقاش بنفس القوه اللي هو بيلعب بيها، مش عايز ياكل، مش عايز يشرب. فلازم على طول اخده واديه للدكتور البيطري عشان نكشف عليه ويشوف ايه سبب الاسهال دوت. ابسط حاجه طريقه تشخيص المرض ان الدكتور البيطري بياخد عينه من البراز بتتحط على شريحه وبيشوفها تحت الميكروسكوب، بيشوف فيها البويضات بتاعت الطفيل. طبعا في طفيليات كتيره جدا، بس كل طفيل وليه شكل مميز الدكتور بيقدر يعرفها على طول. طيب دكتور عايزين نعرف برضو من حضرتك، كنا عارفين ان القطط ساعات بتعمل اجهاض للمراه الحامل. تمام. ده بسبب مرض الكوكسيديا ولا بيكون مرض تاني؟ اللي هو التوكسوبلازما اللي هو من وسيله الكوكسيديا. ده اللي حضرتك لسه قايل عليه، اللي هو بينقل الحيوان سوري بينقل المرض للانسان. تمام. اللي هو بتنقل المرض الوحيد من عائله الكوكسيديا اللي بتنقل من الحيوانات للانسان هو التوكسوبلازما. استاذه اسماء اهلا بحضرتك يا فندم اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا فندم، ازي حضرتك؟ ممكن اسال سؤال بعد اذنك؟ اتفضلي. طبعا. لو سمحت، احنا كان عندنا فراخ بس كانت بتبقى فيه اعراض غريبه كده، كنا نلاقي الفرخه بطنها اتنفخت من تحت كده، ونلاقيها لما نيجي نذبحها نبص نلاقي الامعاء بتاعتها كلها فيها حبيبات، وحتى الكبد بنلاقيه كده. فانا مش عارفه ده ايه. ده السؤال الاول، معلش في سؤال ثاني ممكن؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي الحالات دي لو ذبحناها ينفع تتاكل ولا نذبحها ونرميها؟ تمام تمام. اشكرك شكرا جزيلا استاذه اسماء. معانا اتصال تاني يا دكتور. استاذ محمود اهلا بحضرتك يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. دكتور محضرتك. انا عندي استفسارين. اول استفسار، هي الكوكسيديا بتصيب الفراخ بس ولا ممكن كمان تصيب الحمام والسمان؟ تاني حاجة، دلوقتي ازاي انا كشخص بتعامل مع حاجة فيها كوكسيديا احصن نفسي عشان ما اتصابش بيها؟ تمام. اشكرك استاذ محمود، برضو اسئلة مهمة جدا. تمام. دكتور رفيق اتفضل يا فندم. طيب هنبتدي الاول بالاستاذ محمود، لان الاستاذ محمود اسئلته يعني ممكن اجاوبها على طول. تمام. اللي هو سؤال متكرر، احمي ازاي نفسي من مرض الكوكسيديا؟ مرض الكوكسيديا زي ما قلنا قبل كده ما بيصيبش الانسان من الطيور.
الجزء الاولاني من سؤال الاستاذ محمود، طب بالنسبه للسمان لجميع انواع الطيور، هو المرض بيتنقل من الطيور لبعضها. ممكن نصيب اي طائر تاني، يعني اللي في السمان هيصيب السمان، اللي في الدواجن في الفراخ هيصيب الفراخ، اللي في الارانب هيصيب الارانب. بس مش هيتنقل برضو ما بينهم وبين بعض. تمام. طيب بالنسبه للاستاذه اسماء كانت بتقول ان عندها الفرخه لما بتذبحها بتلاحظ ان الامعاء فيها حبيبيات. طبعا الوصف دوت يعتبر وصف مش دقيق قوي، ما اقدرش اقول لها اكتر من كده، انما اللي هقوله لها اولا، انت بتبصي على الامعاء لقيتي فيه حبيبيات على الامعاء، شوفي هل الحبيبيات دي واصله كمان لغايه الكبد، واصله لغايه الحويصله، واصله لغايه الرئه، يبقى ساعتها الفرخه لا تصلح. هي برضو اتكلمت في جزء مهم جدا يا دكتور رفيق، ان عندها الفرخه ساعات بتلاقي بطنها منفوخه. تمام. فدي برضو بسبب مرض الكوكسيديا. دي ممكن تبقى معرض الكوكسيديا او من اي مرض تاني بيعمل اسهال. ممكن نقول حوالي يا دكتور 90% يكون عندها مرض الكوكسيديا، ولا ممكن يكون مرض تاني؟ هو اشهر مرض بيجي في الدواجن هو الكوكسيديا. يعني اول حاجه عندها اسهال عالج الكوكسيديا على طول. ليه؟ معروف ان هو دوت اكتر حاجه بتصيب الدواجن. تمام. يعني احنا لو قلنا ان الفراخ بطنها منفوخه يبقى نقول حوالي 90% يا دكتور، ولا حوالي 90% بيبقى كوكسيديا. وحتى الادويه اللي هتستعملها بتعالج الكوكسيديا او اي حاجه ثانيه معاها كمان. تمام. طيب دكتور رفيق، عايزين برضو نعرف من حضرتك اخر سؤال معانا في الحلقه. تمام. عايزين يعني نصائح لحضرتك للمشاهدين عشان نقدر نحمي من نفسنا من مرض الكوكسيديا. النظافه العامه، نظافه الشخصيه، نظافه المكان، نظافه الادوات اللي بستعملها. تمام. يعني عايزين سريعا كده دكتور عن الطيور وعن القطط عن الكلاب، عشان كل واحد برضو بيكون عنده حاجه مختلفه عن التاني. تمام. لو انا مثلا عندي مزرعه، مش ما اقصدش مزرعه بربي فيها حيوانات، لا مثلا جنينه مربي فيها مجموعه من الحيوانات، لازم النجيله بتاعتي دي تتنظف يوميا، يبقى في حد بيرش الجنينه على طول بينظفها على طول، لو في اي مخلفات للحيوانات لازم تتشال على طول، ما يسيبش العامل المخلفات تقعد يوم واثنين وثلاثه، لان البراز مجرد ما بينزل ما بيبقاش معدي، انما بياخد فتره زمنيه قد تصل الى يومين لغايه ما يبتدي يبقى معدي. معنى كده انا عندي حيوان اتبرز دلوقتي، البراز دوت ما هواش معدي مباشره، انما لما يتساب بيتفتح الاوسايت البويضات اللي فيها بيطلع الطور المعدي ويسيب الحيوانات الثانيه. تمام. ده في حيوان معين يا دكتور ولا في كل في جميع الحيوانات؟ النظافه سواء في البيت الحيوانات المنزليه زي القطط والكلاب لازم انظف مباشره ورا منهم، واستعمل اي مطهر بعد كده، كل مطهرات كويسه. بعد كده الحيوانات في المزارع سواء عجول او كتاكيت او ارانب لازم برضو ننظف مكانها كويس. يعني زي ما حضرتك قلت ان كل حيوان بيختلف، يعني لو احنا قلنا ان الارانب كلها بتعدي بعض، لكن ما ينفعش ارنب مثلا يعدي طير، صح كده؟ لا مش هيعدي طير. والمواشي نفس الكلام، نفس الخيل، كلاب، القطط، كل ده. تمام. بس اهم حاجه هي النظافه التامه. النظافه التامه للمكان، للاشخاص، للحيوانات، للحاجات اللي بنستعملها، الادوات اللي بنستعملها للحيوانات. تمام. سواء اطباق، سواء مثلا لو انا بستعمل مع الخيل حاجات اطمر بيها الخيل اللي هي عشان اسرح بيها الخيل او انظفهم بيها، سواء بستعمل مسائي، حتى الدفايات اللي بنستعملها ما سيبش عليها اي فضلات، ممكن طائر مثلا ما هو طائر بيتبرز يجي على الدفايه، لا لازم كل حاجه تتنظف على طول. يعني النظافه التامه دي اهم حاجه يا دكتور. تمام. تمام. أعزائي المشاهدين، كده نكون وصلنا معاكم لنهاية برنامجكم الإنسان والحيوان. كان معنا الدكتور رفيق ناشط حلمي، استشاري بيطري. أشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا دكتور. أعزائي المشاهدين، لازم نهتم بالنصائح اللي الدكتور قالهالنا. طبعا لازم النظافة التامة عشان نقدر نحمي الحيوانات اللي بنربيها، إذا كانت طير، قطط، كلاب، مواشي، كل ده بنقدر نخلي المكان بتاعه نظيف جدا. ان شاء الله اشوفكم الحلقه القادمه يوم السبت الساعه 6 مساء، ورب تكونوا استفدتوا من الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.